استراتيجية مصر 2030 من أول يوم اتكتبت فيه، وهي ليست استراتيجية جامدة، هي متطورة ومرنة. والدليل على كده ان احنا عملنا لها 3 مراجعات لغاية دلوقتي. فده معناه ان كل ما يطلع توصية قد ينتج عنها تغير في بعض الافكار او في بعض المستهدفات داخل الاستراتيجية، هنعدل المستهدفات والاستراتيجية ونحط الحاجة الجديدة. وده ميزة كبيرة ما كانتش موجودة قبل كده في السياسات الحكومية. سعيد جدا بالجلسة الحوارية النهاردة، وسعيد جدا ان انا قدرت اشارك في جلسة زي دي فيها عدد كويس من شباب الجامعات. اتناقشنا عن ازاي نقلل الفجوة بين الطالب الجامعي وسوق العمل ومخارج اسوار الجامعة. اتكلمنا عن كتير من القضايا العالمية والمحلية اللي لازم كشباب يكون عندنا وعي بيها. الحوار النهاردة كان مثمر جدا جدا، كان حوار مع شباب الجامعات اقترحوا افكارهم وارائهم، وكل شاب قدم الراي اللي هو كان عايزه، وكان حوار مثمر جدا مع جميع الشباب.